فلوج إيديت. صباح الخير. صراحة يا جماعة أنا زعلان من نفسي. جالس أعدل الفلوج حق أمس، أشوف شكل عيوني متنفخة وكذا وتعبان، وما أنام إلا 3 ساعات 4 ساعات، أكون سهران إني أعدل الفلوج. طب أقول اثنين يعني مين اللي ماسكك يعني؟ ليش قاعد تسوي كذا بنفسك؟ نام يا أخي، ارتاح، اترك الفلوج بعدين سويه بكرة. لكن كل هذا عشانكم يا جماعة، لكن إن شاء الله بنحاول ننام ونعدل بين الفلوجات والنوم، لأن صراحة قاعد أشوف شكلي كذا طالع الفلوج يا أخي كذا هذا متنفخ منين؟ خلاص اثنين عرفنا فهم. صباح الخير جميعا، توني صاحي، بنفطر على السريع. طب عشان نلحق صلاة الجمعة راح نسوي فطور خفيف وسريع ولذيذ. جيب صحن وموزة، افتح الموزة. يا موزة ما ينفع اثنين عمي، حطها هنا. بعد ايش تسوي؟ تهرس الموزة. بعد ما تهرس الموزة بعدين نضيف الكورنفليكس، والخطوة الأخيرة ضيف الحليب. أو لحظة نسينا باقي العسل. العسل كيف مثلج؟ والله ما أدري يا جماعة. ناخذ ملعقة من العسل المثلج كيف يكون خلصنا؟ نقول بسم الله. طيب عشان بنطلع الحين ناخذ الجوال، كاميرا جو برو، مفتاح البيت والمحفظه، وناخذ مسواكين نعطيهم اي احد اليوم، ويلا نروح نصلي الجمعه. واحد حاط مجله عشان ما يقفل باب العمل. من بداياتك كان شقه. ونتوجه على المسجد، ما ادري اذا صورته من قبل ولا لا، لكن هذا اللي وراي مصنع حليب، يبغى لنا يوم ندخل كذا وناخذ جوله، هذا اذا سمحوا لنا. بيوتهم بسيطه جدا، طبقين، طابق ارضي طابق العادي الاول. ياب ذيس از مسواك فور يو، دو نو واتس مسواك فور كلين تيث. ياب الحمد لله بعد ما خلصنا صلاه حاليا نتوجه على الشقه، ونقول يا رب يا رب ان وصلت الاغراض اللي طلبناها من النت، لان تقريبا صار له اسبوعين. والله لو ايش اسم الشارع لطيف، شارع الملكات. وين ساكن فلان؟ بجي مرك. والله ساكن شارع الملكات، احس ما يصلح. غريبه والله انا الحين ما جاء. لحظه الحين انا مستغرب كيف هم بيدخلون الشقه ويحطون الاغراض واصلا هو لازم مفتاح. كل اللي خايف منه انهم كانوا يحاولون يدخلون لكن ما قدروا. خلاص اتراحوا اخذوا الاغراض. الحمد لله انتهيت من تعديل الفلوج امس ورفعته على اليوتيوب، فلوج جاهز وكل شيء، لكن بس باقي نصور سناب ونقول لهم ان راح ننزل فلوج. شوف شباب، اي شخص يكلمني على السناب وما ردت عليه والله اعذروني يا جماعه، والله ودي ارد عليكم جميعا. صورنا سناب وقلنا لهم ان الفلوج راح ينزل الساعه 4. طيب حلو، عندنا نص ساعه لما تصير الساعه 4، فايش راح نسوي؟ فراح نطلع برا ونركض بالاجواء هذه، الاجواء الرصاصيه. الله على الدباب، ذكرني بايام الدباب الاخضر. كذا يكون جاهزين كل شيء، لكن ناقصنا شيء واحد. طبعا راح ناخذ كاميرا جو برو، راح اخذكم معي. الله علينا. طيب في البدايه تاخذ هذا الشيء الجميل وتحط الكاميرا داخل. بعد ما تحط الكاميرا داخل ثبتها هنا، وعدتكم دائما اوريكم كل خطوه في خلف الكواليس. بعد تاخذ هذا تسكر عليه عشان الكاميرا ما تطيح، والكاميرا بدات تصور. حاليا قاعد تصور من هنا ومن هنا. سكر هذه الكاميرا ما عاد نحتاجها. اوريكم الخطه اللي راح نسويها ان شاء الله. راح نطلع من الشقه من هنا ونركض كذا مربع كامل من هناك ونرجع من الجهه الثانيه، ويلا نبدا. سكر الكاميرا هذه، نستغل الوقت بما انه ما راح نستخدمها، خليها تشحن. الجوال ما نحتاجه، اللابتوب ما نحتاجه، مفتاح البيت بس نحتاجه. يوه مفتاح البيت. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الاشياء انا عندي في الشقه تضيع. ونسكر الانوار. لحظه يا جماعه، نسينا شيء، نسينا نحمي. ما ينفع تركض بدون ما تحمي، عشان لا سمح الله ما تشد عليك العضله. ناخذ الجزمه وانتم كرامه، فيكم مستعدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن باب الامل. شكرا باب الامل. حلاق، يبغى لنا نحلق هنا، قريت بالكومنتات كثير، حلق يا ثنيان. شكله يبغى لنا نجي لاحد نحلق. كمل. كينجز ستريت، شارع الملوك. الحين سؤال، شركة البريد هذه كيف دخلوا الشقة وحطوا لها هنا؟ وأنا طالب شيء من النت ولا من الحين ما حطوا لي هنا؟ لازم نلقى الحل، ما يصير الكلام هذا. بكذا يكون خلصت جولتنا وانتهينا من الجولة الخفيفة السريعة، شكرا جابرو. جالس أنتظر لما تصير الساعة 4 علشان أرفع الفلوق، ولما صارت الساعة 4 علق اللابتوب. الحين اللي في السناب يزعلون، الحين بيقولون وين الفلوق يا ثنيان؟ وأخيرا فتحت صفحة. لكن قبل ما ننزل الفيديو على اليوتيوب يا جماعه بس بوريكم، راح نحسب 3 دقائق بس نبدا وننزل الفلوج. نقول بسم الله فلوج على اليوتيوب. وبعد ما صار 3 دقائق نوقف الوقت ونجي هنا يا جماعه. شوفوا مده الفلوج 12 دقيقه، يعني مستحيل احد 3 دقائق شاف فلوج كله. ونسوي تحديث 3
370 شخص سووا لايك، الله عليكم يا جماعة، و133 عدد الكومنتات، وشخصين سووا ديسلايك. ما مداهم يشوفون الفلوق كله. طيب ممكن يعجبكم. والله ملام يا جماعة إذا نزلت فلوقات يوميا، دائما تسعدوني. تذكر شيء شباب، اليوم انا طالع من صلاه الجمعه شفت كفر الكامري اليمين على القدام قاعد توصف بالتحديد اثنين اليمين على القدام. المهم كفر الكامري لقيته شويه يبغى له هواء، فايش بنروح الحين؟ بنروح الورشه وننفخ الكفر. عمرك شفت ورشه في كندا؟ لا خليك معنا الحين نشوف ان شاء الله. طيب نحط بس الكاميرا هنا، نلبس بلوفر لان عاد الحين صدق برد. نفتح ويلا نروح الورشه. شوف هذا الكفر شويه منسم يبغى ننفخه. وصلنا المحط. افا وطلعت الورشه مقفله، مع انه مكتوب يقفلون الساعه 6 وحاليا لسه الساعه 5. فنتوجه على ورشه ثانيه ما هي مشكله. هذه الورشه الثانيه مفتوحه. مستر لو شكرا لكم. كان يرقص باليه. So we doing an oil change for you. Great. No, I believe I have a flat tire. The nail in the tire? No, I don't think so. You don't think so? No. Okay, I can just fill it up for you. You got a GoPro? I got a GoPro. Yeah, it's the best, man. Yeah. Right time below 10 kids, mate. يتأكد إذا في الكفر فيه مسمار ولا لا. والله صراحة يعطيها ألف عافية ما قصر فيه. Yeah, I can't see a nail in there. And how much for it? والله طلع مره طيب وبلاش يقول لي روح. قال كويس انك جيت شيكت على الكفر لانك خطر تمشي زي كذا وممكن يتسبب بحادث. فاذا انت شخص تسوق، اذا شفت كفر منسم ولا شفت كفر جيرانكم، اي كفر اي شخص نبه عليه، او انت روح تاكد بالورشه لانه خطر جدا تمشي زي كذا. المهم الرجال والله عسل. اقول له بكم؟ يقول لي لا خلاص ببلاش، مع انه نزل وتعب ونفخ وشاف وشيك وكل شيء، لكن يقول لي ببلاش. طلع طالب يدرس هندسه ويجي يشتغل هنا. والله الله يعينه، يدرس ويشتغل شيء صعب والله. بعد ما شيكنا على الكفر كل شيء نرجع شقه من جديد. الله يستر. شكله في حادث، زحمه سيارات شرطه ومطافي واسعاف. الغلب قاعد يحاول يختصر طريق عشان ما يدخل في الزحمه ولا في سر. المشكله انا شقه هنا ورا، نروح يسار واهرب كذا يكون رجعنا شقه. العالم متجمع هناك، فالحين نروح نصور ونشوف ايش السالفه. بصير صحفي نروح نستكشف الاحداث. ما اشوف اي حادث، في اسعاف وفي شرطه بس، وحقت الاسعاف تحاول تنظم السير بس. كذا يكون خلصت السالفه والاحداث كلها ونرجع شقه. شكرا يا ثنيان على المراسله. كان معكم ثنيان خالد من مدينه فيكتوريا. قراءة الكتب شيء جميل، جالسة تمشي وتقرا في نفس الوقت. احس اللي يعشقون القراءة كذا في عالم ثاني واحنا في عالم ثاني. طيب شباب رجعت الشقة، جلست اقرا ردودكم على الفلوق الاخير، الاغلب كاتب ثنيان ليش شريت كاميرا جديدة؟ والتحدي كان انك توصل 100,000 مشترك وبعدها تشتري كاميرا جديدة. يا جماعة ما شريت اي كاميرا جديدة، تعالوا اوريكم. هذه الكاميرا اللي اصور فيها فلوقات، حجمها كبير جدا، حتى مرة قريت في احد التعليقات لما جو بنتين يضحكون وانا ما ادري ايش السالفة، واحدة كتبت ترى كانوا يضحكون عشان انا قاعد اصور فلوق بالكاميرا الكبيرة، لا ما اتوقع ابدا ما له دخل، وغير كذا لما كنت اصور تحدي العارضة طاحت مني هذه الكاميرا، ومن بعدها اخترب الفوكس، عشان كذا بعض اللقطات تشوفون الفوكس مو واضح، ما صار اوتوماتيك، لازم انا اسويه باليد، وفوق هذا تيجي بعض الاحيان تصور وزي كذا وتتكلم واخر شيء تشوف صور 3 ثواني بس وقفلت لحالها. فوق هذا بعد في شخص لعب في الاعدادات، صارت الالوان باهته. ترى انا اجي هنا واحاول اعالج الالوان، هي اصلا بعد مو كاميرا فلوقات، لكن انا اخذها ولا اخذ هذه الصغيره، هذه خلاص انتهت. شوف كيف انكسرت من هنا، صرت حتى لما اصور يطلع صوت كذا هليكوبتر داخل، فهذه ابدا صار ما ينفع نصور فيها فلوقات. فهذه مؤقتا، نحاول نقدم شيء كويس لما نوصل ان شاء الله 100,000 مشترك وبعدها نشتري كاميرا الفلوقات. في كاميرا اغلب مشاهير الفلوقات يستخدمونها، تعرفون كيف؟ ايش رايكم نروح محل الكترونيات بست باي ونشوف الكاميرا هناك؟ لكن اول شيء نفتح جوجل ونتاكد اذا محل بست باي مفتوح ولا لا. بست باي عشان ما نروح ويطلع مقفل. حلو كتبناه بالعربي وطلع لنا بس باي. طيب مفتوح اليوم، يفتح من الساعة 10 الصباح إلى 9 الليل. حلو نبدل على السريع ونروح محل بست باي. هذا هو محل بست باي اللي على أساس احنا بنتصل عليهم ونغير رقم. لو داروا بهذه الحركة ما دخلوني الحين. هذه الكاميرات، ندور كاميرا الفلوجر. دقيقة ايش هذه الكاميرا؟ شكلها غريب هذه، كيف تصور فيها فلوجات زي كذا؟ أول مرة أشوف كاميرا زي كذا صراحة. كاميرا كيسز؟ I don't work here but I guess they are like. جد تسأل تحسبني اشتغل هنا. هذه الكاميرا اللي اغلب مشاهير فلوقات يستعملونها، كيسي، رومان اتوود، يوسف، فيتالي، كلهم يستعملون هذه الكاميرا. شفت الشاشة زي كذا فيها دقة ممتازة، نوعها كانون. ان شاء الله باذن الله اذا وصلنا 100,000 مشترك ذكروني نيجي هنا نشتريها ان شاء الله. دقيقة يا جماعة اوريكم سعرها. سعرها 700 دولار، والله جدا غالية. يعني بالكاميرا الصغيرة هذيك اللي اصور فيها فلوقات رصاصية اقدر اشتري 7 كاميرات أو 8 كاميرات بسعر هذه الكاميرا. هذيك سعرها 90 دولار وهذه 700. هذه الكاميرا، واللي يبغى كاميرا جو برو
في ثلاث انواع، في النوع هذا، في النوع الجديد، في النوع الاجدد. شكلها غريب جدا من النوع الجديد كذا، مربع صغير بس. سعرها 530 دولار يعني تقريبا كذا 1600 ريال سعودي. هي غاليه صدق، لكن والله يا جماعه عليها وضوح جدا ممتاز. هذه الكاميرات قديمه جدا، لكن هذه الكاميرات تصور فيديو بالساعات، مثل هذه الكاميرا اللي انا اصور فيها فلوق حاليا، كبيره جدا للفلوقات. صحيح وضوحها حلو، لكن للاسف ما تصور فيديو اكثر من 20 دقيقه، هذه المشكله الوحيده بس. شو حصلت؟ ما شفت الفيلم هذا، لكن ما ادري اذا بطل ولا لا. سعره 40 دولار. شو يا جماعه هذا التلفزيون غريب، تشوفه كذا مستقيم وكل شيء تمام صح؟ طيب تعال على الجنب كذا تشوفه منطوي. غريب التلفزيون هذا والله، لكن وضوحه جدا ممتاز ما شاء الله تبارك الله. خلاص الحين نطلع. انا صراحه معجب في الابتاون، مكان جدا جميل. هو صح يا جماعه اليوم تاريخ 15، نروح نعبي بنزين واقول لكم السالفه هناك. السالفه وما فيها ان كيف يصير عندك اداره للمال اللي عندك. من القرارات اللي قررتها مع بدايه 2016 ان في الشهر ما اعبي بنزين الا مرتين، مره في تاريخ 1 ومره في تاريخ 15. انت مغترب وعندك دخل محدد، لازم تعرف وين تصرف فلوسك. ما يصير بين كل فتره وفتره تتصل على اهلك مثلا يرسلوا لي فلوس، ولا طفرت او تتسلف من احد. وهنا البنزين جدا غالي، قلتها من قبل. اعبي الفول 70 دولار يعني تقريبا 240 ريال سعودي، يعني في الشهر راح نعبي ب 480 ريال، هذا جدا غالي. طيب شباب بالنسبه لفقره خفايف ثنيان اليوم باذن الله راح نسوي هذا الشيء. شفته في احد المواقع، بما ان فيها افوكادو وطماطم شيء لذيذ نجربه. هو يحتاج لخبز البرجر الدائري واحنا ما عندنا، هذا مو عذر. شوف ابدا لا تحط عذر، سوي اي شيء تبغاه، دور بديل لاي شيء، دور له بديل. ايش راح نسوي؟ ناخذ خبز التوست العادي. كويس لقينا شيء للعشاء خفيف ولذيذ. راح نحط قطعتين توست، بعدها راح نقطع الافوكادو. بعد ما قطعنا الافوكادو ناخذه ونحطه بهذا الشكل على قطعه الخبز. بعدها نقطع الطماطم. بعدها نحط فوق الافوكادو والطماطم بهذا الشكل. طيب يا جماعه كل شيء جاهز، لكن في مشكله. مكتوب الخطوه الاخيره ان نحط فوق الجبن، واحنا ما ناكل جبن بسبب تحدي 90 يوم، لكن انا من قبل شريت جبن خالي من دهون، يعني نسبه الفات فيه لصفر، لكن كثير حذرني منه، قال ثنيان هذا مو بزين. اي جبن خالي من الدهون مو بزين. فايش بنسوي؟ نحط واحده بجبن واحده بدون جبن. جاهز؟ راح نخليه لمده 3 دقائق ونرجع بعد 3 دقائق. احنا قلنا 3 دقائق لكن رجعنا بعد 10 دقائق. نشوف. لا 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 هذا للفيجيتيريان اللي ياكلون خضروات بس. وجبه خفيفه ولذيذه لكم بالصوره بالواقع. نقول بسم الله ونجربها. جدا بطل، شيء خفيف ولذيذ وسريع. دام احنا في المطبخ راح ننهي الفلوق هنا. شكرا للرتبتون في تويتر، شكرا لللايكات في الانستغرام، شكرا لكم من قلب، شكرا لمشاهدة الفيديو هنا في اليوتيوب. سؤال اليوم يقول، دام ان احنا في المطبخ بعد مرة واحدة، لو انك صحيت من النوم وحصلت نفسك الشيف رمزي كذا تقدر تسوي اي طبخة تبغاها، اي طبخة تجي ببالك كذا تقوم من النوم تطبخها عادي، ايش راح تطبخ؟ اكتب في الكومنتات تحت خلينا نشوف طبخاتكم. كان معكم ثنيان خالد، خليكم دائما متفائلين وايجابيين، والسلام عليكم. والحين كمل اكل يا ثنيان. اذا انت شخص ما تعرف تسوي سليك ازهل علي هذه المره، صدقني ما يخلص الفيديو الا انت تعرف كيف تسوي سليك. Sorry, I thought you were. Yeah, it's alright. It's alright. No worries.